الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول من عام 1973، عشرة أيام من القتال المستمر الذي لا يتوقف في كل الميادين وعلى كل الجبهات. نجح الجيش المصري في فرض إرادته وقهر الأسطورة التي قيل إنها لا تقهر. قتال ضار بالمدرعات في القطاع الأوسط بسيناء، وضربات ناجحة لوحدات الكوماندوز المصرية خلف خطوط العدو. وفي البحر منعت القوات البحرية المصرية محاولة العدو الدؤوبة الاقتراب من أبي قير ورشيد، كما أغرقت أربعة زوارق صواريخ التابعة للقوات البحرية الإسرائيلية. بلغت خسائر العدو في هذا اليوم 13 دبابة وثلاث عربات مجنزرة وعشرين عربة إدارية وتسع طائرات، فيما أعلن الفريق أول أحمد إسماعيل أن نسبة خسائرنا مقارنة بخسائر العدو 1-5 في الطائرات و1-3 في المدرعات. فيما هدد الرئيس الأمريكي نيكسون بالتدخل لضمان سلامة إسرائيل، تناولت الصحف المصرية تطورات الهجوم البري الشامل الذي شنته القوات المصرية فجر اليوم السابق، وإعلان جيش العدو خسائره في البشر والمعدات والأسلحة. وركزت عناوين الصحف على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي أكد خلالها مأساة الانكسار ومرارة الألم. قال ديان بلهجة مفعمة بالحسرة: هذه الحرب ثقيلة بأيامها وثقيلة بدمائها. أما على الجانب المصري، فقد تداولت الصحف تسابق المواطنين للتبرع وشراء السندات المقدمة للمجهود الحربي. كما احتفت بالجهود الدبلوماسية في اكتساب التأييد الدولي لعدالة القضية المصرية واتساع دائرة الدول الإفريقية التي أعلنت قطع علاقتها الدبلوماسية بإسرائيل في انحياز واضح إلى مصر. وسلطت الصحف الضوء على القلق الأمريكي من المشاركة العربية في القتال ضد إسرائيل ضمن صفوف الجيش المصري. كما عنونت الصحافة مشهد اصطحاب وعبور مجموعة من الأسرى الإسرائيليين قناة السويس في حراسة القوات المصرية بأنه نزهة إجبارية في قناة السويس. ونقلت صحيفة الأخبار مع صبيحة ذلك اليوم أيضا خبر اجتماع الرئيس محمد أنور السادات مع الفريق أحمد إسماعيل وزير الدفاع وحسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لبحث تطورات المعركة وتأمين استمرار السيطرة على النقاط والمواقع الحصينة للعدو خلال الأيام المقبلة من القتال.